تقوى، والنهارده تاخد الاسبقيه. وزي ما قال لنا الدكتور كرم كردي، اختلفنا ولكن في النهايه جاء بالاجماع على حساب اسامي مهمه جدا دون ان اقلل من هذا. ماشي ماشي، لكن الله، هو انا دايما اجي على المدرب؟ الله، طب ما المدرب في ما هاني رمزي تولى مسؤوليه المنتخب المحليين، ايه الدعم اللي اداهوله اتحاد الكوره؟ ايه الاعداد اللي عمله هاني رمزي عشان يدخل هذه البطوله؟ ما احنا ضروري برضه من يعني ما نجيش كل حاجه على المدرب، ما تشوف الدعم اللي عمله اتحاد الكوره ايه لهاني رمزي، وايه اللي دفع هاني رمزي انه يسيب المنتخب عشان يروح يمسك فرقه تانية، لانه شايف ان ما فيش اهتمام بهذا المنتخب، مفيش دعم لهذا المنتخب، مفيش اي نوع من انواع الاعداد الجيد لهذا المنتخب. انا مش عايز اقطع حضرتك، بس فضل. سؤال اعتراضي وحضرتك اللي تجاوب. مش ده موقف شبيه باللي عمله المدير الفني الاسباني قبل كاس العالم اللي تعاقد مع ريال مدريد، واللي حضرتك اشدت بموقف الاتحاد الاسباني المحترم ان هو اقال المدرب؟ ليه ما كانش يتطبق نفس القصه على الكابتن هاني رمزي، بغض النظر عن الاسباب اللي دفعت هاني رمزي انه يسيب منتخب مصر، بغض النظر ان هو اسمه منتخب اول او منتخب اولمبي او منتخب محليين، هو في النهايه اسمه منتخب مصر. بس دي فانا بسيب منتخب مصر عشان ادرب فريق تاني في الدوري الممتاز وبعد كده ارجع تاني. اكبر دليل، اكبر دليل على اخطاء اتحاد الكوره. صحيح. اكبر دليل على اخطاء اتحاد الكوره في ايه؟ في عدم دعمها لهاني رمزي في منتخب المحليين، وبرضه التقليل من اهميه هذا المنتخب، والتقليل من اهميه المشاركه بهذا المنتخب في هذه البطوله، يعني سفهوا من هذا المنتخب وخلوه ملوش قيمه، وبالتالي الراجل ساب. وربما تكون هي الاسباب التي دفعتهم انهم هم يتفهموا لماذا هم. لكن يا كابتن ثانيه واحده، انت بتتكلم على منتخب اسبانيا وهو في كاس العالم، واخد بال حضرتك، وهو في كاس العالم وقبل يوم من المشاركه والراجل بيسيب، فده وضع تاني خالص. ده وضع تاني خالص. انا ايه اللي يضمن لي ان الكابتن هاني رمزي لو ما جالوش عرض مغري من احد الفرق الدوري الممتاز الكبرى ان هو ما يسيبش برضه المنتخب المصري، خصوصا ان هو جاي في منصب المدرب مش المدرب العام؟ يعني ممكن برضه طالما انا عندي المبدا ده وماشي بالفكر دوت، ان انا مجرد ان المنتخبات المصريه جراش انا بروح اقعد فيه لغايه ما يجي لي عرض كويس، ممكن هو ده الفكر. والله برضه يا استاذ محمد، وعايز حامل المسؤوليه برضه، يعني قلت اتحاد الكوره، يعني انا بقول لحضرتك دي مسؤوليه اتحاد الكوره. صحيح. ومسؤوليه الناس اللي بيعملوا التعاقدات والشروط الجزائيه والشروط بتاعه العقود، واحنا بنحط الشروط الجزائيه. هي المعايير يا كابتن؟ طب ماشي، قول لنا ايه المعايير اللي هو اختار من وجهه نظره الفنيه؟ لا لا، ما هقول لك، احنا حسمنا الموضوع ده، مفيش معايير. انت بتتكلم في ايه؟ لا انا هقول لك على حاجه، هو خيالي. معلش يعني انا هقول حاجه برضو. يعني هاني رمزي قيمه كبيره جدا طبعا، انا ما قلتش حاجه كده، كلاعب محترف على مستوى عالي جدا، وله من كل الدعم على فكره، ومحترف حقيقي، محترف احتراف حقيقي، ومن سن صغيره جدا، فبالتالي لا، في مميزات كبيره جدا تخليه في منصب احسن من ده كمان، تخليه مدرب عام، ما تخليهوش مدرب نمره ثلاثه كمان. يعني هاني رمزي واجهه مشرفه، عنده لغه مستوى راقي جدا، عنده احترافيه في التعامل، ولانه جرب ده ومارس ده سنين طويله جدا، عنده القدره على تطبيق الفكر الاحترافي مع اللعيبه الغير محترفين اللي عندنا. فهاني رمزي، لا هاني رمزي جدير، اختيار موفق وجدير انه يتبوأ مكان احسن من ده كمان. وعلشان كده احنا قلنا نختلف في زي النقاش اللي حصل على الترابيزه.